تفضلوا بزاف واللي كتكتشفوها ديما الجديد اللي كاين في السوق من ناحيه ديال لي غادجيت والمنتوجات الالكترونيه. فاليوم جبت لكم طوب 3 ثلاثه ديال المنتوجات اللي غتكتشفوا في هذا الفيديو. ما نطولوش غنطاكيو نيشان اول منتوج وكيف العاده باش تشجعوني نستمر في هذه السلسله. نوصلوا ان شاء الله هذا الفيديو ل 10000 لايك وروني تفاعل اللي يكون خطير. نبداو باول انبوكسينغ. الى خدتو فواحد الطوب كات اللي كنا درناه سابقا كان دابا تقريبا شي شهر شهر ونص كان جبت لكم كاسك من نفس لا مارك ديال هذا الانبوكسينغ اللي درنا دابا اللي هي وان اوديو وكان عجبكم دونك بزاف منكم شريتو وقلتوا لي في لي ميساج. الثمن ديالو حتى هو كان مناسب كان بجوايه 35 دولار ومنين تيستيناه تصدمنا بلا كاليتي ديالو. خليكم الرابط ديال لا فيديو لتحت وحتى اللين ديالو غيكون في هذا لا فيديو. مي اليوم جبت لكم كاسك من نفس الشركه وان اوديو مي هذا الفيرسون اخرى يعني الناس اخرين. هذا اللي كنا تيستينا بلوتوث هذا هاد المره بالكاب يعني غتكونيكتيو مثلا في البي سي ملي تكون كديروا مونتاج ولا كتيديتي ولا كتفرجوا في افلام كتستعملوا كثر البي سي فهذا يقدر يعجبكم. الناس ديال بلوتوث فراه كاين الاخر وكاين حتى دي فيرسون اخرين. دابا اهم حاجه في هادشي كامل هو غنتيستيو الصوت ونشوفوا واش مزيان حتى هو بحال الاول ولا لا. كيف ما لاحظتوا بالنسبه اول حاجه للديزاين فراه كيبان الشكل ديالو زوين واخا كامل بلاستيك طبيعة الحال حيت الثمن ديالو ما طالعش مي كيبان انه خدموا لي ديتاي وفي نفس اللمسه ديال الكاسك السابق فيه واحد الخطيطات اللي بالاحمر وحتى البلاصه فين كتحطوا الودنين فهما ديكوسان لي اميموار يعني كتحطوا الودن ديالكم كتشد لا فورم ديال الودن من بعد كيرجعوا كيف ما كان. تصدمت من البداية من لا كاليتي ديال لاباس هذا فايت الاخر صراحه الاخر واعر حتى هو مي هذا فايتو في لاباس شويه والله ما نزيد نكمل ما نكمل لا موسيقى لا والو حيت جربت الاول تصدمت هذا ما كاين لا شي عاود يصدمني مي راه كاليتي ديال الصوت احسن من الاخر في يعني مفيتري احسن زيد شويه وحتى لاباس وليغو ماشي كيعني انه راه ماشي لابد يكون عندك شي كاسك اللي يساوي 2000 درهم 3000 درهم باش تسمع كاليتي اللي واعره. هما هادو الثمن ديالهم ما بين 35 دولار 45 دولار وكاليتي اللي واعره هذا مضمون على حسابي. من تيستيو وتاخذوه رجعوا لهذا الفيديو ولا تصيفطوا لي ميساج وقولوا الراي ديالكم عليه حيت يستاهل 100% الثمن ديالو. الثاني كيف ما كتلاحظوا هو عباره عن فيغورين ولا اكسسوار هذا خصيصا لي مانيت وحتى الهاتف ديالكم الا بغيتوا تحطوه كديكور ولا تحطوا تفرجوا في الهاتف ديالكم في شي فيلم يبقى محطوط قدامكم في الطابله فديكور اللي واعر. والناس اللي كانوا كيلعبوا في الجو هالو فهذا غادي يعرفوا دونك هو بيرسوناج كاين في الجو. انا صراحه خديته على ود الشكل ديالو يعني الا عندكم بيبليوتيك ولا شي ديكور اللي واعر غيتماشى معاه بالاخص لا مانيت اللي ديال لا بلاي 5 اللي كنا جربنا في لاشين راه جات معاه شي حاجه اللي واعره. قولي الراي ديالكم عليه في لي كومونتير وكيتصدم معاه في نفس الوقت كابل اللي طويل باش تقدروا الا بغيتو تشارجيو مثلا المانيطا ولا مثلا الهاتف ديالك. ولا بغيتو دي فيغورين بحال هادو ونديرو مثلا شي توب 3 ولا توب 5 فيهم غير لي فيغورين قولوها ليا في لي كومونتير نجيبوهم بحال مثلا ديال فورتنايت ولا سبايدر مان كابتن امريكا مارفل دي جو بابجي نجيبوهم قولوها ليا في لي كومونتير. والثمن ديالو هذا بما انه فيه دي ديتاي وفيه ماتيريال اللي مخدوم مزيان فالثمن كان شويه طالع 430 درهم. المنتوج الثالث والاخير واللي ولا شي حاجه اللي لابد منها وانديسبونسابل للناس اللي كيلعبوا في الهاتف ديالهم بابجي فري فاير فهاد لي زاكسيسوار ولاو كيتمشاو بزاف. وكنا الى عقلتو شحال هادي درنا فيديو اللي فات نص مليون مشاهده واللي كان فيها لي زاكسيسوار ديال الجيمنج بحال هذا. فهذا اللي جبت لكم اليوم في نص الوقت تركبوا فيه الهاتف ديالكم وتقدروا تكليكيو يعني مثلا تيريو وتفيزيو بهاد الاكسسوار اللي كانت كتحط فوق الشاشه ديال الهاتف ديالكم. وماشي غير هادشي يعني ماشي غير مانيطا اللي تسهل عليكم اللعب فيها حتى فونتيلاتور الوسط اللي كتشارجيوه يعني فيه بطاريه باتري اللي كتشارجو في نفس الوقت كيشعل كيبدا يبرد لكم الهاتف من اللور وكيخليو الهاتف ما كيسخنش. الا
الهاتف ما سخونش فلي بيرفورمانس ديالو كيبقاو شادين كثر، يعني لو جو ما كيتبلوكاش ولا كيبوغيش. يعني منتوج لي مفيد لصحاب الجيمينغ والثمن ديالو ما طالعش، واصل ما بين 80 حتى 90 درهم 100 درهم كيتبدل على حسب لا كاليتي والماتيريال باش مصاوب. المهم الروابط ديال هادشي كامل غتلقاو في لا ديسكريبسيون كيف العاده تحت لا فيديو. ما تنساوش تقول لي الى منتوج عجبكم كثر شنو انتريسيكم كثر باش نعرف شنو نجيب في فيديوهات جايين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي الاسبوع المقبل، وعلى ما وصلوا الفيديو الجاي فالناس اللي ما ابونياش في تيك توك وفي انستغرام فبديت كنحط فيهم دي كونتوني بشكل لي مونتاديم، غتلقاو تاهم الرابط في لا ديسكريبسيون تحت. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل، سلام عليكم.